للوقوف على الموجة وعلى الوضعية ولاتخاذ احتياطاتكم الواجبة على مستوى الشواطئ والغابات وحتى في اليوميات العادية. نربط الاتصال مشاهدينا الكرام بالسيد كريم مكلف بالإعلام، أقول بن فحص كريم تحديدا المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدني. ينقل له صباح الأنوار سيد كريم. صباح الخير سيدي الفاضل، صباح الخير كل الزملاء في الاستوديو، تحية صباحية على كل مشاهدينا عبر قناة شروق نيوز. إذا ارتفاع محسوس في درجات الحرارة، نشريات خاصة تنشروا بشكل دوري هذه الأيام، وش تقدر تعلق لنا على هذا الموضوع؟ طبعا الكل يشهد أنه كاين ارتفاع محسوس في درجة الحرارة تقريبا حوالي 96 ساعة الماضية، والموجة الحر متواصلة هذا اليوم. الآن أنا نشوف على مستوى المركبة نتاعي درجة الحرارة تقريبا 36 درجة على مستوى منطقة الجزائر، ممكن توصل حتى 40 درجة أو أزيد من 40 درجة في منتصف النهار، وبالتالي العائلة الكريمة ملزمة بتطبيق جملة من الإجراءات الوقائية حتى نتفادى كل العواقب الوخيمة التي قد تأتي بعد هذه موجة الحر. ننطلق من البيوت والمنازل، مهم وضروري جدا أن نمنع الأطفال الصغار من الخروج خارج البيت في أوقات الذروة، لا سيما من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 5 مساء، وكذلك كبار السن والعجزة والمسنين وذوي الأمراض المزمنة، باعتبار أن ارتفاع درجة الحرارة قد تؤثر على الحالة الصحية لهم. بالنسبة للأطفال الصغار قد تسبب لهم صداع وحمى وزكام، بالنسبة لكبار السن والعجزة والمسنين وذوي الأمراض المزمنة قد يصل بهم ربما الحال الصحي إلى النزيف الخارجي وكذلك الإغماء وحالات صحية أخرى. لذلك ننصح العائلة الكريمة بعدم ترك أطفال الصغار وكبار السن والعجزة وذوي الأمراض المزمنة من الخروج في أوقات الذروة إلى غير الساعة 5 مساء حتى تنخفض درجة الحرارة. كذلك لضروري مهم جدا أن نأخذ كثير من السوائل، أقول السوائل ولا أقول العصير والمشروبات الغازية، أتحدث عن المياه لأنه الإنسان أكرمك الله يتعرق، وبالتالي هو بحاجة إلى كميات كبيرة من الماء حتى يخلي الغدد داخل الجسم تشتغل بشكل عادي وشكل طبيعي ولا يؤثر على الكلى وعلى كل ما يتعلق بارتفاع درجة حرارة الجسم والدورة الدموية بشكل عادي. كذلك مهم جدا بالنسبة للسيدات الفضليات أن تراعي درجة حرارة جسم الأطفال وكبار السن وتلزمهم إن كانت مرتفعة بأخذ حمام من حين لآخر حتى نحافظ على درجة حرارة الجسم تكون في الشكل العادي 37 درجة. بالنسبة للسيدات الفضليات كذلك نطلب منهم استعمال الستائر على مستوى النوافذ لتجعل من أشعة الشمس تنعكس خارج البيوت ولا تدخل هذه الأشعة إلى الشقق والبيوت مما يرتفع أو يسبب ارتفاع في درجة الحرارة. كذلك نوصي السيدات الفضليات بعدم استعمال الأدوات الكهرومنزلية أو عدة أدوات كهرومنزلية من مأخذ واحد حتى نتفادى ما يسمى بالشرارات الكهربائية التي قد تتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية وينجر عنها عواقب وخيمة تتمثل في الشرارات الكهربائية ثم لا قدر الله الحروق أو الحرائق على مستوى الشقق والبيوت والستائر وجدران المنزل والسقف وإلى غير ذلك. كذلك مهم جدا إذا كانت عائلة الكريمة تتوفر على مكيفات هوائية أو لفونتيلو فمهم جدا أن تستعملها في الدرجة التي تناسب هذه الشقة وهذه الغرفة حتى نحافظ على درجة حرارة معتدلة على مستوى البيوت والمنازل. إذا كان الخروج اضطراري وإلزامي، العائلات الكريمة والسادة والسيدات الفضليات المواطنين والمواطنات مهم جدا أن يرتدوا القبعات ويرتدوا ملابس فاتحة اللون وفضفاضة حتى تعكس أشعة الشمس على مستوى درجة حرارة الجسم. بالنسبة للفلاحين والمزارعين والذين يشتغلون في مجال الرعي والحصاد والدرس وكذلك الذين هم في الورشات الكبرى البترولية ننصحهم بعدم البقاء لفترات طويلة تحت أشعة الشمس حتى يتفادوا ضربة الشمس. كذلك بالنسبة للمواطنات والمواطنين الذين يتوجهون إلى شاطئ البحر ننصحهم بعدم البقاء تحت أشعة الشمس لتفادي كل ضربات الشمس وما ينجر عنها من طفوح جلدية أكرمك الله تسبب لهم حروق على مستوى الجسم من الدرجة الأولى. بالنسبة للمواطنين الذين يملكون سيارات لهم قرارة الغاز GPL ننصحهم بعدم استعمال هذه المادة في هذه الظروف المناخية الاستثنائية، أو إذا كان الاستعمال نتاعها ضروري ننصحهم بعدم ملئها كليا على مستوى محطة الخدمات التي تسوق البنزين وتسوق هذه مادة GPL. نقول لهم ما تعمروش البلان تاعكم في القارورة لأنه تتمدد أو يتمدد هذا الغاز بفعل درجة حرارة
وقد يسبب لنا ربما عواقب وخيمه. كذلك ننصحهم بعدم ركن هذه السيارات على مستوى المرائب او لباركين على مستوى قارع الطريق او معرضه لاشعه الشمس، لانها تتفاعل مع اشعه الشمس هذه القارورات قلت، وقد يؤدي بها الى ربما الانفجار. سيدات الفضليات ننصحهم بعدم ترك قارورات اللفافه بديودوروم، ما يخليهمش في المركبات لانها فيها نسبه معينه من الكحول قد تؤدي الى انفجار هذه القاروره على مستوى المركبات. ننصح العائلات الكريمه بعدم ترك الاطفال داخل المركبات والتسوق، يقول لوليده ولا بنته قد انا في المركبه راني جاي، يروح للمارشي ولا للحانوت وربما يتلاقى مع زملائه وينسى انه هو معه وليده ولا بنته داخل المركبه. وقفنا على العديد من التدخلات في هذا الموضوع خاصه في هذه الظروف الاستثنائيه المناخيه اللي تكون فيها درجه الحراره المرتفعه. ينصح باتباع هذه السبل، هذه الاجراءات، هذه التعليمات لتفادي كل العواقب الوخيمه التي قد تنجر عن الارتفاع المحسوس في درجه الحراره. طيب بالنسبه للمواطنين الذين يفضلون المنتجعات الغابيه عن شاطئ البحر، يمنع منعا باتا الدخول الى المنتجعات الغابيه عن طريق المركبات او باستعمال المركبات مهما كان شكلها وحجمها واسمها، ويمنع اقامه جلسات الشواء والمواقد او ايقاد مواقد الشواء والطبخ، وذلك باعتبار اننا الان في فتره ذروه جفاف الحشائش اليابسه. كل الظروف تساعد على الانتشار السريع للهب وألسنة اللهب، وقد يؤدي بنا الى خسائر في الهكتار. طيب سيد بن فصي، من الاشجار المثمره وكذلك من الادغال والاحراش. طيب كل هذه الاجراءات نتمنى ان يقتدي بها المواطن الكريم إن شاء الله حتى نتفادى كل طيب السيد قد تاتي من التصرفات المسؤوله. طيب سيد بن فحصي، فقط سؤال، إلى غاية الساعات المتأخرة من يوم أمس هل عندكم أو سجلتم حوادث عندها علاقة بارتفاع درجة الحرارة؟ إذا تكلمنا على الارتفاع في درجة الحرارة نتكلم على الحوادث التي تأتي بعد الارتفاع. هل تم تسجيل حالات يعني من طرف مصالحكم وآخر الأحصائيات؟ نعم، إذا تكلمنا قلت على الارتفاع في درجة الحرارة نتكلم على تسجيل 54 حالة غريق منذ تقريبا 8 ماي من هذه السنة الجارية، 18 منهم لقوا حتفهم على مستوى الشواطئ، 34 حالة تم تسجيلها أو أزيد من 34 حالة تم تسجيلها على مستوى السدود والبرك والأودية والسدود والمصطحات. ولكن سيد بن فحصي فقط نعم. حبيت آخر الإحصائيات المتعلقة بارتفاع درجة الحرارة إلى غاية الساعات متأخرة من يوم أمس، هل البارح كان ارتفاع عالي في درجة الحرارة وكل الناس حسوا به؟ هل كان حوادث عندها علاقة بضربات شمسية ولا غيرها من الحوادث؟ سيدي الفاضل، إذا تكلمنا على الارتفاع المحسوس نتكلم عن التدخل الروتيني لرجال الحماية المدنية. احنا عندنا محور يسمى بمحور الإسعاف والإجلاء، فالكثير من المواطنين الذين ربما لا يتم إسعافهم على مستوى الشواطئ يتم اسعافهم على مستوى البيوت والمنازل. لما يروح للبحر يعوم يبقى تحت اشعه الشمس، في المساء لما يعود للمنزل نتاعو يتعرض الى زكام، الى حمى، الى صداع بسبب ضربه الشمس. هنا يطلب التدخل من مصالح الحمايه المدنيه نحولوه على جناح سرعه الى المستشفى، لكن التحويل راح يكون من مطار البيت نتاعو بناء على ضربات شمس تعرض لها خلال اليوم كامل في الشاطئ، وبالتالي قد تكون التدخلات على مستوى الشواطئ بسبب ضربات الشمس، كما تكون التدخلات على مستوى البيوت والمنازل ومقر الإقامة على المواطنين بعد عودتهم من الورشات العمل، بعد عودتهم من البحر، بعد عودتهم من النشاط الفلاحي للمزارعين والفلاحين. إذا تدخلاتنا في محور الإسعاف والإجلاء تدخلات روتينية، نقدر نقول لك أنه يمكن لنا تسجيل العديد من الحالات في هذا الموضوع، طبعا بعد تحديد وتشخيص الحالة المرضية من قبل طبيب الحماية المدنية أو الفريق الطبي الذي يشتغل على مستوى قطاع الصحة للمكان الذي قمنا بالتدخل فيه. طيب وشنو هي أبرز الإجراءات المتخذة من طرف مصالحكم لحماية المواطنين على مستوى الشواطئ والغابات؟ طبعا احنا على مستوى الشواطئ نقول انه المديريه العامه للحمايه المدنيه في اطار مخططها لسنه 2023 او صيف 2023 سخرت كم كبير، عدد كبير من الاعوان بمختلف الرتب لتامين الشواطئ على مستوى كل ربوع الجزائر او الشواطئ المرخص لها القيام بها بالسباحه، طبعا بتعليمات وزاره السياحه او الجهات الفاعله في هذا الموضوع. كل الاعوان تاعنا الغطاسين موجودين في هذا الشواطئ قلت المرخصه، عندنا اعوان كذلك ما يزيد عددهم عن 19050 عون بمختلف الرتب مسخرين عبر كامل التراب الوطني لتامين صيف امن من دون اخطار، لا سيما ما يتعلق بحرائق الغابات والمحاصيل الزراعيه والنخيل. عندنا كذلك 65 ركل متنقل
لحرائق الغابات والمحاصيل الزراعيه منصب منذ الفاتح جوان الى غايه 31 اكتوبر من السنه الجاريه. عندنا اربع مفرزات جهويه للتدخل السريع لخطر حرائق الغابات والمحاصيل الزراعيه وتدعيم الولايات المجاوره حسب الجهات المنصبه. عندنا ازيد من 500 وحده ثانويه ورئيسيه للحمايه المدنيه كلها الان في حاله استنفار رقم واحد، كل الاعوان تاعها بمختلف الرتب في حاله اهبه لاجل التدخل السريع والفعال وتقديم يد العون للمواطنين، خاصه ما تعلق الامر بحوادث الطرقات وحوادث الغارق في السدود والبرك المستحكمائيه وكذلك اخماد الحرائق سواء كانت حضاريه او على مستوى حرائق الغابات. جميلة جدا، شكرا لك سيد الكريم بن فحصي على كل المعلومات المقدمة وعلى كل النصائح المعطاة والمقدمة أيضا للمواطنين من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم. الآن الدور على المواطنين، يجب التقيد بكل النصائح المقدمة من طرف أعوان حماية المدنية، أعوان الحماية المدنية، أقول ما تخرجوش من برا إلا للضرورة.